برعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، افتتح رؤساء وممثلو الكنائس في المملكة فعاليات بازار الرحمة السابع الذي أقيم في جمعية آل النبر التعاونية بعمان، بحضور عدد من الآباء الكهنة وشخصيات دينية ورسمية وحشد من الزوار. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وللسنة السابعة على التوالي، نظم مكتب نورسات الأردن وبالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية بازار الرحمة السابع الذي أقيم في جمعية آل النبر التعاونية بعمان، حيث شهد على مدار 3 أيام متتالية إقبالاً ملحوظاً من الزوار. وفي بداية الاحتفال رحبت عريفة الحفل الإعلامية ريبيكا عودة بالحضور الكريم وقالت: أهلا وسهلا بكم، بفرح روحي عميق يسرنا أن نرحب بكم ونحن في زمن الميلاد المجيد في افتتاح بازار الرحمة السابع، هذا البازار الذي يحظى برعاية كريمة من مجلس رؤساء كنائس الأردن وينظمه مكتب فضائيات نورسات الأردن بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية. وفي كلمتها التي ألقتها قبل افتتاح البازار، أشارت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائيات نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين إلى أن بازار هذا العام جاء في ظروف قاهرة لم نعتد عليها من قبل، وجعلنا نعيش في جو من التباعد والحذر حفاظاً على صحتنا وصحة عائلاتنا، لا سيما ونحن مقبلون على موسم الاحتفالات المجيدة ورأس السنة الميلادية. تحية محبة وإجلال أرسلها لكل شخص حاضر معنا في هذا اليوم المبارك وهذا الزمن المقدس، زمن المجيء لميلاد السيد المسيح له المجد، لنفتتح ونبارك بازار الرحمة السابع في السنة المئوية الأولى للدولة الأردنية الهاشمية، وأيضا ونحن على أعتاب الاحتفال بمولد ملك الملوك ورئيس السلام ميلاد سيدنا يسوع المسيح له المجد، داعية الله أن يجدد إيماننا وأن يملأ قلوبنا رحمة لكل محتاج من بني البشر، من أهلنا وإخوتنا الذين يعيشون معنا على أرض هذا الوطن الغالي على قلوبنا. أردن الخير والكرم والضيافة، أردن المحبة والسلام والأمان، ونحن في مكتب نورسات سائرون على نهج قيادتنا الهاشمية، فحملنا على عاتقنا بأن نبقى الأوفياء والأمناء على العهد بكل ما أوتينا من عزم وإخلاص. نحتفي أيها الأعزاء هذا العام بهذه المناسبة في ظروف قاهرة لم نعتد عليها من قبل، خاصة بوجود جائحة كورونا، هذا الفيروس اللئيم الذي فرقنا عن أحبابنا وجعلنا في جو من التباعد والخوف وعدم التقارب حفاظا على صحتنا وصحة عائلاتنا، لا سيما ونحن مقبلون على موسم الاحتفالات المجيدة ورأس السنة الجديدة. ولكن وبالرغم من ذلك آثرنا أن نجتمع هذا العام وأن نلتزم بالعدد المحدود، لكن وجودكم معنا ومحبتكم لنا ملأت قلوبنا الفرحة، فزرعت في نفوسنا ونفوس المشاركين أملا ورجاء بأن القادم بإذن الله سيكون الأفضل. كما شكرت الدكتورة السمعان الجهات الداعمة للبازار وكل من ساهم بإنجاح فعالياته، وخصت بالذكر شبيبة الأردن للدراما المسيحية والمجموعات الكشفية من الكنائس الرسولية وقادتهم والإعلاميين المشاركين بالتغطية. بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم بهذا العمل المتواضع، وأخص بالذكر المجموعات الكشفية على حسن تنظيمها وفرق العزف من الكشافة على الألحان المميزة، وأخص بالشكر أيضا الجهات الداعمة لهذا البازار، واستأذن حضراتكم بتسميتها وهي شركة سمير وغسان عودي وشركائهم، مكتب النهضة للترجمة، مجموعة الناعوري، البنك الأهلي، مختبرات ميدلاب،
شركة القمح لإدارة المشاريع والإسكان، مجوهرات الرفيدي، مركز رايز أب للرياضة، مركز النوش والجراح، وأبناء المرحوم خميس طنوس الذين قدموا هدايا اليانصيب الخيري. وطبعا ما بننسى جمعية النبر التعاونية لأداء القاعة. وأيضا لا يفوتني أن أشكر شبيبة الأردن للدراما المسيحية على تنظيمهم المميز لهذا البازار للسنة السابعة على التوالي، وأيضا الرعاة الإعلاميين المشاركين معنا نشكرهم فردا فردا أيضا. وختاما لابد وأن أشكر هذا الحضور الكريم من مجلس رؤساء كنائس الأردن وأصحاب السعادة والعطوفة ودعمكم المأمول لهذا البازار، مع دعواتنا بأن يبارككم الرب ويحفظكم جميعا بهذا الموسم المجيد، ودائما معونتنا من عند الرب. آمين، وكل عام وأنتم بخير. من جهتي ألقى الأرشمندريت خريستوفورس حداد كلمة نيابة عن سيادة المطران خريستوفورس عطلة، شكر فيها مكتب نورسات على تنظيمه لهذا البازار المميز الذي يعبر عن المحبة والأخوة بين أبناء الشعب الأردني الواحد، مؤكدا أن عيد الميلاد المجيد هو عيد تجسد السلام والمحبة، محبة الإنسان لأخيه الإنسان مهما كان ومن أينما كان. ونحن من الموت نستنشق رائحة الحياة، لأن الحياة هي المسيح، والمسيح بيعطي الحياة لكل من يؤمن به. وإيماننا هو إيمان مبني على رجاء القيامة، ورجاء القيامة بيجعلنا مستأهلين أن نولد من فوق. الإنسان المسيحي مدعو بكل لحظة من حياته إنه يولد من المسيح وفي المسيح. ربنا يأهلنا بصلوات الآباء الكهنة الموجودين وكل إنسان مؤمن إنه نكون شركاء للمسيح في المجد المعد لكل إنسان منا في الملك السماوي. نحن نولد داخليا، ولكن نولد أولا بالتوبة، إنه نحن نقدر نشارك المسيح فرح الميلاد لما إنساننا القديم يولد بحياة جديدة هي حياة التوبة. أعياد مباركة، ربنا يديمها عليكم وأنتم بكامل الصحة والسلامة، يبعد عنكم عن العالم عن بلادنا المقدسة أضرار الوباء. كل عام وأنتم بألف خير. وبعد قص شريط الافتتاح توجه الحضور إلى أجنحة البازار الذي شاركت بمعروضاته العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة وسيدات المجتمع المحلي العاملات في منازلهن، وجالوا بأروقته الواسعة وأجنحته المنظمة التي زادت عن 60 جناحاً، اشتملت على مجموعة من المعروضات التي استقطبت الكثير من أفراد الأسر في المملكة. حضر الافتتاح المونسنيور مورلالي القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في الأردن، وعن الكنيسة اللاتينية الأب إبراهيم نفاع نيابة عن النائب البطريركي للاتيني في الأردن المونسنيور جمال خضر، وعن كنيسة الروم الكاثوليك الأرشمندريت خالد شعبان، وعن الكنيسة الأسقفية العربية القس الكنون فائق حداد، وعن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية القس عماد حداد، وعن الكنيسة الكلدانية الأب زيد حبابة. وأبدى الحضور إعجابهم بمحتويات البازار التي اشتملت على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد التي نالت إعجاب الحضور. بالبداية كل عام وأنتم بخير، وأنا سعيد جدا أني أحضر بازار الرحمة السابع، وهذا بازار إشي كويس أنا طول عمري أسمع عنه بالسبع سنين الماضية، والسنة أنا زائر ومشارك بهذا البازار، وإشي حلو وإشي يعني برفع الراس. المشاركين كلهم عبارة عن أشياء بتعني بالكريسماس وبالعيد، فهذا إشي بيسعدني إنه بهالظرف اللي إحنا فيه ظرف الوباء إنه صار مهرجان أو
بازار السابع للرحمة، فأنا سعيد جداً أني أحضر هذا البازار. المشاركون ببازار الرحمة السابع من القطاع الخاص وسيدات المجتمع المحلي أعربوا عن امتنانهم وشكرهم لمكتب نور سات القائم على هذه المبادرة الإنسانية وتوقيتها في هذا الشهر بالذات، لا سيما ونحن على أبواب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. سمعنا عن بازار الرحمة وحبينا نطلع من الأجواء الصعبة اللي احنا عايشينها، أجواء الكورونا اللي عملت اكتئاب وعملت مشاكل نفسية وصحية للعالم كله. حبينا نكون جزء يعطي طاقة إيجابية للمجتمع، مع أنه في خطورة بالمشاركة، ولكن حبينا نكون إحنا رائدين أنه نعكس طاقة إيجابية للعالم وللمجتمع ونغير يعني أوضاعنا النفسية شوي. وفي اليومين الثاني والثالث استقبل بازار الرحمة السابع العديد من زواره، ومن بينهم رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد والمفكر الإسلامي الدكتور حمدي مراد. وبعد الترحيب بهما قدمت المشرفة على تنظيم البازار الدكتورة باسمة السمعان شرحا موجزا عن معروضات البازار والهدف من إقامته سنويا والذي يؤول ريعه للأسر المحتاجة من غير تمييز. ومن جهتهما أشاد الأب حداد والدكتور مراد بحسن تنظيم البازار وتنوع محتوياته التي شملت كافة مستلزمات الأسرة المسيحية والمسلمة للأعياد. إني أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب بعد توقف فرضته جائحة كورونا. نأتي اليوم لنشارك مع نورسات الأردن في هذا البازار الميلادي السنوي السابع. نأتي اليوم لنشد على أيدي المشاركين ولكي نشد أيضا على أيدي المنظمين، وقبل ومن بعد نأتي إلى هنا لنجسد مقولتنا التي نعتز بها دوما في هذه المواسم: ميلاد مجيد يا أردن. الرمزيات لهذا البازار التي تشكل إيمانيات تنبع من القلب إلى القلب وتشكل حركة علاقة اجتماعية طيبة راقية، ونحن بين يدي هذه القناة نور سات والأخت الفاضلة الدكتورة باسمة التي تقود هذا الإعلام الذي يجمع ولا يفرق ويرتب هذه الأنفاس الطيبة المقدسة على مستوى الوطن وخارج الوطن للتعبير عن كم حاجة الإنسان إلى هذه العلاقات وهذه المناسبات التي تجدد الإيمان وتجدد المحبة وتجدد المودة وتجدد كل معاني العيش والتعايش الواحد المشترك، المجتمع الواحد، الأسرة الواحدة. كما زار البازار عدد من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس الرسولية، ومن بينهم الأرشمندريت الدكتور بسام شحاتيل النائب الأسقفي العام في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، والأب جوزيف سويد الوكيل البطريركي للكنيسة المارونية في عمان، والأب بنيامين شمعون راعي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس، والأب ألكسيوس قاقيش راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بمرج الحمام. وقد جال الآباء الكهنة بين أجنحة البازار واطلعوا على أقسامه ومحتوياته وأبدوا إعجابهم بما يحويه من صناعات يدوية ومنتوجات محلية رائعة. وأقيمت على هامش البازار عروض وحفلات ترفيهية وسحوبات يا نصيب ومسرحيات هادفة للأطفال والعائلات على وقع معزوفات موسيقية قدمتها جوقات متعددة
من مختلف الكنائس الرسولية نالت إعجاب الجميع.